أهلا أهلا، يوم جديد ومقطع جديد. طيب اليوم بيكون عندنا شرح عن طريقة كيف نبري الأقلام بطريقة احترافية نفس الرسامين المحترفين. الطريقة هذه راح تساعدنا بأكثر من شيء وراح ندخل بتفاصيلها وقت الشرح. الآن بنبدأ، أول شيء نستعرض طريقة كيف نبريها وإيش راح نحتاج أصلا وقت البري. الطريقة هذه مرة بطلة حرفيا ومرة تقدرون تستفيدون منها من أكثر من اتجاه. فيب خلونا ندخل بالشرح ويلا نبدأ. الآن الطريقة المميزة بفكرة البري بهذا الشكل إنها تساعدنا إحنا لما نجي للرسامين نظلع أو نستخدم القلم، نقدر نستخدمه بأكثر من اتجاه. فيها الزاوية اللي تكون عندنا عريضة نقدر نستخدمها بالتظليل، والحدة النحيفة نفس الآن نقدر نستخدمها بطريقة التخطيط لما نسوي أشياء بشكل تخطيط أو أشياء تحتاج زي الرموش والتفاصيل هذه. فالآن راح نبدأ. أول شيء راح نحتاجه مشرط. طيب يفضل إنه يكون مشرط مرة حاد بحيث يساعدكم بالبري. طيب الآن نخلي حدة المشرط على فوق، والحدة اللي ما فيها شيء يؤذي اليد تكون هي اللي على جهة اليد. طيب وبعدها بهذا الشكل نكون قريبين من مسافة اللي احنا حابين نبريها، ونضغط بشكل بسيط على حدة المشرط ونرفع على فوق بحيث تبري لنا بشكل مناسب وبدون ما هو القلم يخرب معانا ولا يدنا تتأذى. عرفتوا؟ بهذا الشكل بكل بساطة نمسك حدة المشرط ونرفع لفوق من كل الاتجاهات وندور القلم بيدنا الثانية بحيث تكون عندنا البري بطريقة مرة مناسبة. الآن خلصنا القلم الأول، شوفوا كيف بدأ يوضح معانا. غالبا تكون الأقلام تبدأ تميل معانا تعطينا زاوية حادة، وزاوية تكون بالعكس بشكل أعرض زيادة. شوفوا الآن الزاوية الحادة جلسنا نسوي فيها رموش وطلع شكلها حرفيا مرة حلو وتخفف علينا، يعني ما نحتاج نبري بالأقلام. فالطريقة هذه مرة احترافية ومرة مناسبة إنكم تطبقونها وتسوونها بأقلامكم. الآن نبدأ بقلم ثاني نفس الطريقة بكل بساطة. أحط الحدة حقة المشرط على القلم وأسحب فيها على فوق. ببدأ أحاول تعودون يدين لين ما تحسون نفسكم إنكم تعودتوا على طريقة البري هذه، لأن هي تحتاج بس شوية تركيز وللموضوع حرفيا مرة بسيط بشكل يعني مرة حلو. طيب بهذا الشكل أبدأ أطلع فيها على فوق. غالبا درجات البي تجي عندنا رصاص أعرض، ودرجات الاتش لا بتكون نحيف مرة زي هذا. هذا اتش فجاي معانا حدة القلم مرة نحيفة. الآن هذا الشكل النهائي لشكل الأقلام بعد البري بالطريقة الاحترافية باستخدام المشرط. اكتبوا لي رأيكم فيها، وإذا أنتم قد جربتوها قبل، وإذا ما جربتوها جربوها الآن وارسلوا لي إياها في الانستغرام عشان فعليا أنبسط من تجاربكم الحلوة. هذا المشرط تقريبا أخذته بريالين أو 3 ريال من تلقونه موجود بأي مكتبة. فيب اتركوا لي تعليق حلو، تفضلون البري بالبراية ولا بالمشرط. أشوفكم بالمقطع الجاي وسيو.